عندنا عباس هنا محكوم وهو شاعر وما يحب يطلع وجهه، واحنا نحترم خصوصيته. خلينا انا وياكم نتعرف عليه. مساء الخير. مساء النور. مش المايك ولا زحمه. الله يعطيك. شنو اسمك؟ عباس. خلي المايك قريب عليك. ايش قد محكوم؟ سنتين. سنتين. تقول انت شاعر تكتب شعر. اكتب شعر. شنو نسمع من يمك اليوم؟ خسارات وتعب بيه وحرام اللي بيه جاي يصير وحزن ما مارنا بعمره وتجاعيده وبعد صغير أشوف السجن مو ثوب وعقل ما بقى من التفكير من تشوف ابنك يكبر بدونك هنا تتعب هنا نتعير هنا ما تلقى واحد يفهم إحساسك تظل مذبوح مثل الطير صعب المشتياقك ياكل بروحك وما تقدر على التعبير وصعب ما محس بالهني مرن بيك وما تقدر على التغيير وانت منين لك واهس وهاي الناس ما حد بيهم يحبك المواقف ذن لو غيرك يطق ويموت يا ابوي يشكبر قلبك شلون بيه الفرقه لو طالت عليك وانا ما بي صبر وانا خلق اللي عندي خلص والامر ما ينحزر هو مو يوم يعدي ذنك وما سنين فرقه وخاف ما يكفي العمر خاف ما اشوفك وحضنك وابقى من نسيم اقول لك شده وتعدي انتظر ذل حيل فراق وجهك خنقه جاي يصير بيا من يمر بيا الفجر وما ادري ايش احكي لك علي واشتياقي لو وصفه تخلص اقلامي حبر امني ترجعها السنين كنت بيه هنا انا يمك الا ما اعوفك شبر الا شمر كل وساده ولحظه ما خليك تبعد تبقى نايم على الصدر هسه حسيت بنعمتك من تفارقنا حبيبي واشتعل قلب جمر عدت والمواقف ظلت بعيني السجن من عندي باقي احلامه وسنيني ولحد يبرر لموقف خاف تخلص شدتي عدت بخير وسلامة وبدت تخلص محنتي روحي فشلانة أنا منش دولة بد من صحبتي دولة طعنة وظهر دولة وكلها رادت وقعتي وبالسجن كل ربع دقوا وياهل بكتفانة دقة هنا أنا صارت فشلتي هنا أنا ضاقت بي حيل وبدت تنزل دمعتي أذكر إش قد واقف لهم وابدأ غصب عبرتي دولة خلوا بي حسرة وحسسون بسجنتي قلبي يا جاني عليك وقمت احير شلون اجاوب واشتياق عندي يقتل مشتهي حبل المشانق عمر جاي يضيع مني بين حيطان وحرس وكل شهر بالقوه اشوفك واختنق لودك جرس منين اجتني السجنه هاي وضيعت عمري وشبابي انا لو ما كنت اعرفك كان ما حد دق لبابي والهضيمه كلها صارت ناس خيره شلعوكم بغيابي وهسه وحدي وجاي غربل وانتظر يا اهلي يجيني وفشلتي بيوم المواجه ما يجي من طيح عين وما حد يحس بي وين انا واحد يحسد الموتى لان عندها مكان تنام بي ويحسد البدو لان عنده حطب يطبخ علي اليا مراحل قاعده وصل خاف ما يكفي الصبر ينخمش قلبه وموتا لما نذكر كشخته بوقت العصر شكرا جزيلا انت قبلت الشاعر انا شاعر اها شاعر المن تقول هذا الكلام كلام هاي مواقف ودائما مو كل شيء يعني صاير بيه يعني اكثر شيء متزوج من الناس اللي موجوده متزوج نعم فاكثر شيء يعني المواقف تصير يعني اسمع من صديق اسمع من اكثر من شخص فاكتب هواي تكتب شو تعلمت من السجن تعلمت هواي اي هواي شغلات السجن مدرسه علمت الصبر طبعا الصبر يعني هواي امور بعدك ايش قد تطلع ما باقي شيء ان شاء الله ايش قال بعد لك ايام ان شاء الله بعد ايام وتطلع ايش راح تسوي من تطلع والله هواي مشاريع هواي امور بالتوفيق ان شاء الله يا حبيبي شكرا شكرا جزيلا.